هينضم لينا بقى دلوقتي هاتفيا الزميل شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي والمتواجد في تدريب الفريق في ملعب مختار التتش. بخير شيما عليك وعلى الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا شريف، عايزين نعرف منك كواليس التدريبات النهاردة كانت عاملة إزاي؟ يمكن التدريب مستمر في ملعب مختار التتش. الأهلي بيستعد لمباراة الجونة غدا بإذن الله، دعواتنا ودعوات كل الأهلوية فوز بكرة بإذن الله والحصول على الصفقات. يمكن الأهلي تدرب في الرابعة عصرا، يمكن الجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وباسط الجهاز اجتمع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق في أرض الملعب، اتكلموا إن مباراة بكرة لا تحمل القسم على الاثنين. طبعا بإذن الله بعد المشي لابد من الفوز ولابد من الظهور بشكل يليق بأداء النادي الأهلي، لابد التركيز، محدش خالص يركز في اللي بيتكتب مين ماشي مين قاعد مين جاي، ركزوا فقط في مباراة الغد. يمكن تدريبات النهارده كانت خفيفة، تدريبات خفيفة بدنية خفيفة، تدريبات بالكرة خفيفة عشان مباراة الغد ما يكونش فيه إجهاد، الكل بيشارك فيها والكل مستعد استعداد لمباراة الغد. المفرح ان اجاييه بيشارك معاهم في هذه التدريبات، حتى تدريبات الكرة بدا اجاييه يشارك فيها، الكل شارك، يمكن مؤمن شارك، وليد سليمان، ميدو، محارب، ازارو، الكل بيشارك في التدريبات. الكابتن طارق سليمان يمكن على جانب اخر من الملعب، شريف اكرامي معاه ان يشارك بشكل قوي النهارده في التمرين وظهر بشكل مشرف جدا يطمئن جماهير النادي الاهلي، مع علي لطفي ومصطفى شوبير تمرين على اعلى مستوى، التأهيل مستمر في الامام، التأهيل مستمر، حسين عبد الدايم بيأهل، بدأ يأهل معلول معاه الشناوي، احمد فتحي، صالح جمعه بينفذ البرنامج التأهيلي، يمكن انا شايف اجاييه بدأ ينضم له البرنامج التأهيلي وشغال شغل كويس جدا. يمكن منذ قليل كان في جلسه مع شريف اكرامي مع مدرب حراس الكابتن طارق سليمان، يمكن حوالي استمرت حوالي 3-4 دقائق كده هوت الى ان شريف خلص تمرينه، وطبعا كل اللعيبه خلاص بدات تخرج، هي اللي انا شايفهم اللعيبه اللي هي هتشارك في مباراه الغد، طبعا لسه قائمه ما اعلنتش، هتعلن كمان شويه او بعد قليل، ولكن الى الان في انتظار اعلان القائمه اللي طبعا هيكون يوم ليله هيقضى في فندق في مصر الجديده، استعدادا طبعا لمباراه الغد امام الجونه. شيما، اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.